السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي المتابع، معك فهد من قناة جيم شيفت. طبعا يا عزيزي المتابع، مثل ما تدري أني أنا ملك الفطر، فراح أجيب لكم أو راح تشوف في هذه السلسلة حل للفطر، بعضها قتال بعضها حل ألغاز. شوف يا عزيزي المتابع، أنا أدري أنك شايفني أني أسطورة يا عزيزي المتابع، هذا شيء ما ألومك فيه، لكن شايف الفطر هذا يا عزيزي المتابع، مكان الفطر هذا، هذا اللي انت شايف عزيزي المتابع، وعندك مكان الفطر هذا، وين 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 هذا، هذه تقدر تشت فيها عزيزي المتابع. هذولي الفطرتين قتال قتال، وإلى الآن ما لقيت الحل. فك الجلتش، يعني هنا تحصل دب وفهد تقاتلهم يا عزيزي المتابع، فيتحولون للزرقة اللي بيوتنهايم، طبعا اللي جوهم اللي يفتحوا القرية هم اللي يعرفونه. اليوتنهايم هذه، يوتنهايم نفس شخصياتهم الزرقاء بس جلتش، يصيرون كأنهم أغبياء، ما تقدر تتصرف مع أي أحد منهم. وعندك اللغز برضو اللي هنا تقابلهم لكنهم ساطين، ومع ذلك تهزم منهم اثنين، الثالث لازم يصير غبي، فإذا هزمت العملاق الصغير غبي وإلى آخره. فانتبه يا عزيزي المتابع، إذا جيتهم شوف القوة المقترحة 250، أنا جيتهم يا عزيزي المتابع وأنا كم 391 صراحة، دمجوني ومع ذلك كنت لابس الدروع الذهبية هذه، دمجوني وآذوني. فشوف يا عزيزي المتابع، إذا تقلتشت قل عادي جيم شفت تقلتش، وإذا مشت الأمور ما شاء الله تبارك الله عليك، علمنا الطريقة إذا كان في شيء أنا ما أعرفه. يرفك روشاير هنا في هذا المنطقة يا عزيزي المتابع، وهنا في واحد تقاتلونه، وهنا يا عزيزي المتابع وين هالكنز؟ أخذت أنا درع، أخذت فاس من هنا بس ما نزلت، وأنا في فاس أخذته من أي الظاهر من المساكن هنا، فتحت لي كنز هنا يا عزيزي المتابع وحصلت فيه درع فاس. اي والله في هذا المكان يا عزيزي المتابع عندنا، والله شوف انا ادعي ربي انه ما يكون ساحة قتال، يا رب انه ما يكون ساحة قتال، لان القتال هنا ما ضبط الا اللي بالنرويج فقط، الفطر اللي بالنرويج، وهنا جلتشات، لكن نرجو من الله انه ما يصير قتال يا عزيزي المتابع، ونفتح. اهزم العدو، اهزم العدو، ادري اهزم العدو. طيب اوكي، نرجو من الله، نرجو من الله، نقول شوف هذا جاي من يوتنهايم. يا رب يا رب يا رب انهم يا رب. اوكي طبعا اذا حسيت انك متضايق سوي الضربه الصاعقه على المتابعين، مع انهم ضربوني وانا اسويها، لكن شوف هذا هجوم صاعق، تدق ار 3 يا عزيزي المتابع يسوي هجوم صاعق. هذول والله ما ادري قبلناهم الظاهر بازقار. لحظه، يا رب يا رب يا رب. طبعا هو اذا طيب تمت، ابشرك يا عزيزي المتابع تمت المهمه بنجاح، تم القتال بنجاح. طبعا ما في شعر، راح يعطينا فطر الهلوسه المكتمل، ومثل ما قلت لك يا عزيزي المتابع، وش قلت لك انا؟ والله ما ادري وش قلت لك، لكن لا تنسى من اللايك، واشوفك على خير.